كريم الغربي، قبلت انك تلعب معنا تحدي الثلج. مش اسالك اسئله في الاصل هي اسئله محرجه، انت يلزمك تجاوب، اذا ما تجاوبش باش تشد كره من كرات الثلج، هذوما كور بالثلج. السؤال الاول هاي كريم الغربي، تعطينا عمرك؟ هذا سؤال، هذا السؤال الاولاني. نجم نتجرأ نقوله ولا؟ اي امان هادي المرأة ما تقولش على عمرنا. عمري 30 سنة، مازلت كعملت 30 سنة. وقتاش عملتهم 30 سنة؟ الشهر اللي فات، 5 شهور. الشهر اللي فات، كل عام وأنت حي بخير كريم. عايش، ميرسي. عايش ربي يخليك. عايش خويا ربي يخليك. أما هذا السؤال مانيش مش نجوى كرم، مانيش نقول لك عمري كيفاه نقول، نورمال. باهي، سؤال موالي. سمي لي ممثل ندمت انك خدمت معاه. اي نقول لك تحضر في الدبوز، انا نلقى لك روك الخارجيات. الصادق حلواز ندمت اللي خدمت معاه، خاطر قتلني بالكفوف. قتلني، كان جاي اضعف شوي، كان خدمت معاه دوخني جوجمني بالكفوف. ندمت على مقنع ولا غير مقنع؟ كان يقول لي جوايز انيفرسير تو بالوقت، تو كان يقول لي جوايز انيفرسير. باه مش مقنع، مش مقنع. كوميدي في بلاست ما يضحكك يسخفك. ليه امبوسيبل، ليه محليهم، ليه ما نقولكش. تتخيل باش نجي نقول لك قل الترب، نجي نسمي لك عبد نقول لك سخفني ودري شنو، مانيش كيف الاخرين. انا قالوا عليك. ليه احنا ما نقولوش؟ قالوا عليك مساحيت يقولوا، امانه ما نقولش. لو ما كنتش معرس كنت نرتبط بالفنانه هذه التونسيه. مش عنا احنا، شو عنا؟ احكيوا لي، اقترحوا شكون؟ فنانة تونسية كان ما جيتش مرتبط شكون؟ وردة الغضبان. علاش وردة الغضبان؟ ماهوش مقنع. كانت ترى قدام مقنعين هذوما في داية. جات في مخي، قلت لي فنانة جاوبت أي إجابة، جات في مخي ورد الغضبان، قلت ورد الغضبان راهو يا يرحم والديك راني. لو تلعب الإفريقي مع الترجي، كيلو تريلي هات لي الثلج. لو تلعب الإفريقي مع الترجي شكون تشجع؟ ورد الغضبان. يا ولدي يز يرحم بوك. رد بالك. يا بارد برشا هادي وسخت في يدي. ولا برد ولا بارد، الله يهديك الله. هادي عنده ألعاب. شكون انتخبت في الرئاسية؟ قيس سعيد بالطبيعة، مش نحشم مش نقول قيس سعيد، انتخبت قيس سعيد كهاويز. باهي. سمي لنا فنان هاجمك ورفضت انك تجاوبه. فما توفيق الغربي، ديما يهاجم فيا توفيق الغربي. وترفض انك تجاوبه؟ ما نجاوبوش، كان جا حد آخر نجاوبه. أنا صغير توفيق نتفرج فيه معناها في التلفزة ونرى فيه. ما كبر مني معناها، وانا قبل وانا صغير ندور ونقول لهم، يقولوا لي يقرب لك توفيق الغربي ونكذب نقول لهم اي عمي فرد لقب. أنا صغير فرد لقب، خاطر كي نلقاه هو يحكي في الاذاعات مره يقول كريم الغربي كيفاش كهرباء من غير موتور يعاونوا فيها بالسيف، يدزوا فيها بالسيف هكا باش يطلع مره. نحترمه عبد في عمري انا وياه وفي نفس التجربه، نجاوبوا بعضنا. اما هذي ذوما انا صغير نتفرج فيهم في التلفزه، واحد نلقى روحي باش ندخل في كلاش معاهم، نقعد نقدرهم ونحترمهم، يقعدوا كبار بالنسبه لي. قديش قيمه عقدك مع الحوار التونسي شهريا؟ بعد الكورونا ولا قبل الكورونا؟ ازمه كورونا تقول ولا؟ والله بما انه عقدك سخي جدا قالوا لي دونك العقد باش نعطوه عليها زوز. اقسم بالله لا سخي لا شيء. بيتك صح يا تحفه ربي يخلي. السؤال الموالي، نجيب مصح واسخه نضربوا بها. نجيب. السؤال الموالي في العظم ولا في العظم ولا في العظم يا هادي خويا؟ منشط مستحيل تطلع معاه. هادي زعيم مستحيل نطلع، وكان نهار تستدعاني ما نجيكش. عمري ما جيتك، ما جيتكش. وش بيك بالزوز انت؟ توا ولينا بالزوز، هذه من الاسئله المحرجه برشا. ميمتي يا ميمتي، هادي زعيم يا ربي. باهي باهي هادي بيه بيه. طبعا عندنا سؤال اخراني. الله يرحم والديك، بيه منشط طيح له في قدره هو. هكا زملاء نعملوا في بعضنا هذه. تجيني انفيتي المره توين نصب عليك ما فرق.
لعبة المفارق شكون يتحرق قبل نبدا ليه عاد شنو يا ولدي شنو هي مر سنترال بيرد راه ولا بيرد تعرضت للتحرش من هذه الفنانة شكوني بتسميهن مايا دياب مايا دياب مش نورمال عندها عينيها زيغ عينيها زيغ ما عندهاش خواتها ولاد نقبلوها معايا دركي فيها نحيت كلاستي تغزل لي سبع ساقية خاطري متعبرني تعرضت للتحرش من هذه الفنانة التونسية مايا دياب شكوني فنانة تونسية هذه ما تحرش بيا حد انا ما منظر باش تحرش ليه يا هادي خايف يا هادي يا اي والله بارد ما نحكي لكمش والله بارد العظم في يدي والهم سخط الثلج كان هذا كريم الغربي في لعبة تحدي الثلج